واش حنا اللي شفنا في اليوتيوب غادي يمشيو ندقوا عليه ويمشيو عنده لدارو؟ وانا متفقه معك، ولكن انا قلت لك بالحكم ان هاد الناس انايا ما نويتهمش هكا. وانا دابا هما اللي دابا فاهمين، ودابا راه هما اللي كيقولوا الناس. اش كيقولوا الناس؟ كيقولوا لهم اللي بغى يجي مرحبا به، دارنا مفتوحه لاي حد. انا مهما انسان كيقول واحد الحاجه حتى كيكون قد بها، ماشي صافي اجي وعندي ومن يجي عندك الانسان ما ترحبش به. لا انا جاني بحال احتقروني، بحال اللي جاتني في شكل، والله بقوه النفسيه ديالي تدمرات من الداخل. نوع اعتبار لا صواب لا اداب لا اخلاق لا حتى شي حاجه. مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للحالات الاجتماعية. اليوم معنا واحد القصة مختلفة واحد شوية، هي مغربش عليكم المشاكل ديال اليوتيوب. كيف ما كتعرفوا يوتيوب بحر، وكيغلب عليه طابع ديال المشاكل كثر من هذيك الأشياء المفرحة وطابع ديال الفضائح. اليوم عندنا فضيحة وما عرفش كيفاش غادي نقدروا نسميوها، ولكن اليوم معنا إيمان، إيمان أو الملقبة بإيمان شانيل. إيمان اللي هي تنقلت من الناظور وتكبدت عناء السفر من الناظور لنواحي ديال مدينة مكناس لعند واحد يوتيوبر معروفة، وبعد ما هي تلقات الدعوة منها، ولكن في الأخر من اللي مشات ما لقاتش حتى الاستقبال، واضطرت أنها تبات وعاود ترجع تشد الطريق وترجع في حالتها. إيمان مرحبا بك. ترحب بك جنة، خير نشدو بك. عاودي لينا شنو القصة ديالك، كيفاش مشيتي؟ المهم معكم إيمان شانيل، قناة يوتيوبرز مازال صغيرة. المهم أنا يا بحكم أن كنت متتبعة الأوفية القناة ديال محبوبة تيفي، راه كاع الناس كيعرفوها راها مشهورة. المهم بحكم أن كنت كنشاركهم في الحاجة الزوينة وفي الخايبة وفي أي حاجة المرة، صافي كنتابعهم كي فهمتي كيهم وهموا الناس اجوا عندنا مرحبا بكم، حنايا كندعموا، حنايا كنرحبوا بالناس، حنا 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 راكي عارفه كاع وحده قناتها صغيره راه غتفكر تمشي لعندهم. يعني انت يلا باديه في اليوتيوب 3 سنين وانا باديه، ولكن واخا هكاك القناه ديالي هابطه بزاف، ما كاينش تفاعل. المهم انا يا قررت بحكم ان انا ما كان زعما الصراحه ما عمرني مشيت عند شي حد هكا باش وقعت لي وحده، ولكن ماشي بحال هكا، ولكن نقولوا اول وحده وقعت لي درس هو هذا. صافي شت تسميه درس في عالم اليوتيوب. ودرس في العالم اليوتيوب اختي. المهم ما عليناش، بحكم قلت لك راه خالت راجلي بحكم ان راه مهوسه بهم، كتصوري كتغسل السيده الماعن وراها طالقه اليوتيوب في التلفازه وفاش يجي وعرفتي. كانوا جا واحد من ايامات الناظور كنقلبوا زعما بغينا نرحبوا بهم نجيبوهم عندنا للدار نكبروا بهم. راكم عارفين زعما المغاربه معروفين بالكرم. ها الله يعطيك السر، يدق عليك شي واحد للدار ما تعرفيش يقول لك طالب ضيف الله. ها الله يرحم باك. المهم انا بحكم انايا كنلقاهم كيسافروا بزاف وداك الشيء ما كنزعمش نمشي. واحد النهار قررت باللي غادي نمشي لعندهم نجرب حظي. المهم علينا جماعه مشيت انا وولدي الصغير، وولدي الاخر كان كيقرا خليته. سمحي لي يا ايمان نسولك، حيت الناس غادي يقولوا لك اليوم كيفاش قررتي انك تمشي؟ واش حنا اللي شفنا في اليوتيوب غادي يمشيو وندقوا عليه ويمشيو عنده لدارو؟ وانا متفقه معك، ولكن انا قلت لك بالحكم ان هاد الناس انايا ما نويتهمش هكا. واش فهمتي دابا الا تفرجتي فيهم وداك الشيء تقولي هادو راه الناس اطيب خلق الله، وقال اللي دق عليه غيدخلوا. واش هما وجهوا دعوه؟ لا ما هما كيقولوا واه راهم الناس الا دخلوا القناه ديالهم ويرجعوا الفيديوهات راه غيشوفوا، وراه تبارك الله بزاف ديال المغاربه متابعينهم راهم عارفينهم شنو كيقولوا. صافي شديت انا الطريق مشيت اخت ترونسبور راكي عارفه من الناظور حتى لسيدي عدي راه ما ساهلش. المهم نزلت فاس شديت عاود من فاس حتى الازرو، عاود شديت من الازرو حتى لسيدي عدي، قولي مع 8 الليل وصلت عندهم. وهذيك المنطقه فينا هما فواحد الفيلاج ما كاين لا لوطيل لا حتى شي حاجه. 8 الليل طحت الظلمه
تما راه ساكنين في واحد البلاصه راه بعيد، اش غادي نقول لك راه غير حداهم غير خلاو يعني خارج على المدينه. خارجه على المدينه، وهذيك الحكم ان كنت جايه لعندهم كنت كنراقب اليوتيوب ديالهم، كانوا حطوا الفيديو ديالهم كانوا تما في الدار ياك، هذيك النهار اللي جايه فيه انا صافي وصلنا. المهم انايا كنت فرحانه زعما الصراحه، واحد الفرحه ما تصورش، زعما غادي نقول زعما غيكبروا بيا وعرفوا، فهمتي هادشي اللي نويت انايا، انا كاع ما نويت زعما داك الاستقبال وداك الشيء. سمحي لي يا ايمان، دابا انا كندير في بلاصتي في بلاصه المشاهد، دابا اليوم غادي يقول لك راه حنا راه كاع كنشوفوا لي يوتيوبرز، واش اللي ناض غادي يمشي عند شي يوتيوبر؟ وراه دابا هما اللي كي دابا وافهمين، ودابا راه هما اللي كيقولوا الناس. اش كيقولوا الناس؟ كيقولوا لهم اللي بغى يجي مرحبا به، دارنا مفتوحه لاي حد، يعني كيوجهوا الدعوه انهم كيرحبوا بالناس. كيسوى كيسوى عنده القناه كيسوى ما عندوش القناه مرحبا بكم، انا راه ماشي قبضت وجيت مشيت لعندهم، فهمتي؟ انا مهما انسان كيقول واحد الحاجه حتى كيكون قد بها، ماشي صافي اجي وعندي ومن يجي عندك الانسان ما ترحبش به، لا. انا كنعرف اللي كيرحب بالناس يقد عليه، اللي ما يرحبش ما يقولش من حقه ولا لا. واش كتشوفي اليوم ايمان ربما حقرك حيت انتي القناه ديالك ما كبيراش؟ انا جاني بحال احتقروني، بحال اللي جاتني في شكل والله بقوه اللي النفسيه ديالي تدمرات من الداخل. وتصوري انا راني فرحانه كنقول زعما كاع الابواب راه تحلات ليا، غنمشي بحكم انا راه وصلني الكود. دابا تصوري انت 3 سنين وانت كتخدمي على القناه ديالك وما طالعاش، وكتقدمي الحاجه اللي زوينه ماشي خايبه، فهمتي؟ كمراه مغربيه مزوجه عندها جوج اطفال، فهمتي التفاعل شنو المحتوى اللي تتقدم؟ المهم انا كنبارطاجي حياتي كيف ما هي، فهمتي؟ كيف ما هي مع وليداتي مع داري مع العائله، الاجواء بزاف ديال الحوايج، وحكم ان راني في الناظور كاينين بزاف ديال الناس اللي راهم في الغربه، وشحال هذه ما جاو كان البلايص. دابا تبارك الله حنايا الناظور عندنا ولا زوين وفيه البلايص، ما بقاش كي كان في الاول، فهمتي؟ كنبارطاجي اي حاجه مع المتتبعين ديالي كيف ما كانت كيف ما هي. شي اللهم اجعلني نمشي للسوق ونصور لهم راني فين غاده، فهمتي؟ اللهم نطيب البيض والمطيش ونصور لهم، ما عنديش المشكل انا لا خصني تنقاد ولا باش، فهمتي؟ نقدر نكون جالسه راه ما غادي ما ناويهش على الفيديو، نقدر نشعل الكاميرا في هذيك الساعه كيف ما هي. عاودي لنا ملي مشيتي لعندهم شنو صرا؟ ما عليناش، مشيت اختك عرفتي واحد تكرفيصه ما نقولش لك مع تما البر تبارك الله، مشيت فرحانه كيهضر معايا الزوج ديالي، فهمتي؟ كيتصل معايا فين وصلتي فين هادي فين هادي، مع حكم ان راني بوحدي راه سي نورمال غادي يخاف عليك بعدا راه ملي خلاك تمشي. ومعايا الطفله راه عرفتي راه راجلي انا ما كيخلينيش زعما، راه الصراحه حتى هو كان تصدم فيهم اكثر ما تصدمت فيهم انايا، فهمتي؟ صافي مشيت. المهم وصلت قلت لك مع 8 د الليل في سيدي عدي، مشيت سولت تما وروني الدار، مشيت لعندهم تما صونيت، جاوبتني واحد الطفله سلام سلام شكون. دابا هما اصلا دايرين الكاميرات في الدار في الباب كيشوفوا شكون اللي جا وشكون، فهمتي؟ الكاميرا ماشي هذا. صافي هضرت معاها قلت لها حبيبه واش كاينه صحاب الدار؟ قالت لي لا ما كاين حد. شكون انت؟ قلت لها انا راه واحد السيده جيت من الناظور على ودكم. قالت لي اختي راه ما كاين حتى شي واحد، كاينه غير انا بوحدي. صافي مسكين هذاك واحد المول المحل تما حدا من الحلاقه، بقيت فيه شاف الطفل صغير والبرد وداك الشيء، ومع تبارك الله المسافه راه بزاف ديال ضربي تماره في الطريق. شديت الطريق وديتي معك ولدك شحال عندهم؟ يلا عنده عامين ونص. راه انا هادشي اللي بقى فيا انا ماشي مشكل، انا راه واخا هكا كبيره نقدر نستحمل، اما الطفل الصغير ما يقدرش اختي تستحمل. المهم ما عليناش، قلنا لها هو مسكين هو بقيت فيه بحكم هو راه ما لا علاقه مع اليوتيوب وداك الشيء والشهره. قال لي دخلي جلسي، جلست تما غير في الباب. قال لي اختي نصوني عليهم ونشوف هما، هذاك مول هذا راه عارفهم باللي راهم تما، راه جاتهم غريبه منين في الاول قبل ما نصوني قلت له، قال لي واقل راهم كاينين، ومنين صوني جاوبتني طفله قلت له راه، قالوا لي لا راه حنا المغاربه كنفهموها وحنايا، فهمتي؟ يعني عرفتي شنو كاين؟ ماشي يبين لي مسكين. المهم قال لي اختي جلسي ترتاحي على الله، ما جلست ترتاحي هكا واحد شويه واحد القسمايل ما كاملاش، وهي تهبط العروسه ديالو ما غاديش نسميها الكبيره، العروسه الكبيره هي تهبط تحل الباب وهي تمشي لواحد الحانوت تما حداهم، مشات وهي كتشوفني راهم كيشوفوا اصلا في الكاميرا من الفوق، مشات بقات كتوزني، فهمتي؟ واحد واحد الشوفات ما عليناش. ايوا صافي هذيك وهي ترجع، وصحابك جات عندي بتقول زعما راه عارفاني، راه عارفاني جايه عندهم، ما اعتبرتنيش واخا هكاك صدمت على قلبي ونط. قلت لها اختي السلام كي دايره لاباس مزيان هذاك الشيء؟ ما سلمتش عليا،
بحال احتقرتني. المهم جا داكشي ناقص. انا تصدمت فيها اختي، نكذب عليك؟ واحد الانسان كتشوفي عليه فهمتي كيعطيك واحد الصوره زوينه، ومني كتمشي عنده مباشره ما كتلقايش داك الصوره اللي فيها نوع اعتبار، لا صواب لا اداب لا اخلاق لا حتى شي حاجه. هكا انا كنهضر هنايا دابا بحال انت، انا هنا هي لهيه هكا، ما عندي ما ندير لك، ما كاين حد. وحنا اختي ما بقيناش كندعموا داك الشيء، قلت لها الدنيا هانيه لو كان فيها كون كانت مسواه. قلتي لها الموقف ديالك وبانك انت هي ماجيه من الناظور ومعك بيبي. قلت لها هي اصلا حتى هي من واحد الناظور. قلت لها اختي انا حسب لي غتكبر بيا وفهمتي غندخل فرحانه، راكي عارف الانسان. وحنا بعيدا على اليوتيوب الله. ربما انا الا جا شي واحد، حنا كنعرفوا المغاربه الا جا شي واحد بحال الحاله ديالك، اجي سمح لي قريبه، الا جا شي واحد بحال الحاله ديالك ايمان ما غاديش نخليه، سورتو اللي ماشي بنت ماشي بنت المدينه ويعني مراه ماشي بحكم ان عندك طفل صغير. شوفي على ودك الطفل، وهذيك المدينه قلت لك راه اختي ما فيهاش الاوتيلات، راه عرفتي راه ربي يحفظني وصافي. والله العظيم راه شتي كون جيت سالمه وجيت ايمان. نسولك باقا كتيقي في اليوتيوب ولا يوتيوب؟ ما بقيتش نتيق الصراحه ونكذب. في الاول انا ما كنتش كنتيق داكشي اللي كانوا كيقولوا عليهم الناس وداكشي، ما كنتش كنتيق. وحتى الناس دابا راه يقدروا يعني علاش انا بغيت علاش انا ما فاش علاش انا بغيت نخرج في المنابر الاعلاميه نهضر باش نوصل صوتي باش كاع الناس اللي كيتابعوهم يعرفوهم باش يعرفوا. اللي كانت غادي تمشي تسلف وتكلف باش تمشي لعندها ولا ما طيحيش فاش طحت انايا. انا قدرت الحمد لله سلكت الامور ديالي ورجعت بحالي لداري فهمتي. كاينه مسكينه اللي غتقدر كاع تبات تما فهمتي، تقدر تبات تما ما تعرفيش شنو يوقع لك. مشكوره ايمان، الرساله ديالك كانت واضحه جدا. كيف ما شفتوا اليوم خوتنا المغاربه، اليوم ايمان المعروفه بايمان شانيل انتقلات عند اصحاب القناه ديال محبوبه تي في، كانت هي ناويه طامعه بزاف الحوايج، ربما غادي تلقى واحد الاستقبال كيف ما كانوا كيهضروا في الفيديو. هذا ميساج كنبغيو نوصلوه لي زادوليسون، للناس المراهقين، الدراري الصغار اللي باقين يلاه يعني باقين يلاه طالعين يلاه تيبداو تيكبروا يلاه كيبداو. ما تشوفوش داكشي اللي بزاف اللي كنشوفوه في الانترنت ولا الانستغرام ولا اليوتيوب راه حقيقه. لا، ماشي كلشي حقيقه، ماشي كلشي كيتسيق. دائما نخدموا على راسنا، الا بغينا نوصلوا خصنا نخدموا على راسنا، نقراو، وراه هادشي هو اللي غادي يدوم، راه هذا هو الصح، ماشي يوتيوب ولا هذا. الا عندك شي حاجه وبغيتي تقدم واحد المحتوى ما خصناش حنا نعتمدوا على يوتيوب وغنحطوا هو المحور ديال الحياه ديالنا. هذاك واحد الوسيله بحال سلاح ذو حدين، كنقدروا نستافدوا منه بواحد الطريقه ونقدروا بطريقه اخرى انه يهلكنا ويدمرنا. شكرا، كانت معكم مريم فسحي خلف كاميرا حمزه بقنادر. لنا الصوره ولكم التعليق، والى اللقاء. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.